السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أصدقائي. بهذا الفيديو راح يكون الفيديو الأول من سلسلة جديدة هي البيوت هنا في بريطانيا. في الفيديوهات القادمة راح أتكلم كيف تستأجر بيوت برايفت أو من البلدية، ولكن هذا الفيديو الأول راح يكون هو عبارة فقط ريفيو عن بيت راح أستأجره أنا من البلدية إن شاء الله. هذا هو البيت بهالعمارة، عمارة طويلة طبعا. اول شغله انا ما حبيتها في هذا البيت هي الباركينج. طبعا مثل ما بتعرفوا انه انا عم بشتغل، راح اجي يعني على البيت الساعه 11 الصبح 12 الظهر او 1 بعد الظهر، بدي الاقي باركينج. لا يوجد موقف سيارات، هو يوجد هاي سيارتي، ولكن الموقف سيارات هنا للبناي جدا 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 قليل، والباقي الشارع كله تحط لك دبل يلو لاين، يعني خطين صفر. مثل ما بنعرف الخطين الصفر هدول ما بنحسن بنوقف فوقهم. ليك هلا انا وقت لقيت صفي هذه الصفي، انا صفيت هنا واليالو لاين بدأ هنا، يعني أنا ماني مخالف يعتبر، هذا دولابي وهذا اليالو لاين ماني مخالف. موقف سيارات وين ما في غير هذا الموقف، وفي موقف هناك وفي موقف هناك، ولكن هذه البناية داخل السيتي سنتر يعني مركز المدينة، فالمواقف الخارجية كلها مدفوعة. الموظفين شو بيساووا؟ بيجوا لهنا بيصفوا سياراتهم هنا وبيهربوا لجوا على قلب مركز المدينة. مو بس الموظفين، في عندك هنا مكتبي، في عندك هنا مدرسي، في عندك هنا معهد كوليدج، الطلاب بيجوا بيصفوا سياراتهم هنا وبيمشوا. إيه انا هذا ما راح يمشي الحال معي، انا كيف تصفي سيارتي وما في بوابة للبناية؟ يعني هذا مثلا لازم يحطوا بوابة ما يدخل على هالمنطقة الا سكان البناية فقط لا غير، ما في بوابة لها، هذا بيسموه بارير عبار. هذه أول سلبية إنه ما في باركينج للبناية، وتاني سلبية بناية طويلة جدا. طبعا أنا هلا عندي موعد الساعة 10 تمام، شو الساعة هلا عجب؟ الساعة 9:54 دقيقة، باقي 6 دقائق، هذا الموعد بدنا نجي نشوف البيت، إذا عجبنا راح ناخذه، إذا ما عجبنا ما راح ناخذه، لأنه أنا بهمني أهم شيء هو موقف السيارة، أنا عم بشتغل، لأنه أنا إذا أخذت هذا البيت ما راح أحسن أنا أشتغل تاني مرة، لأنه أنا راح أجي من الشغل تعبان، وين بدي أصف سيارتي؟ ما راح احسن صفه يعني الا بقى بدي اطلع على برا وادفع علي على كل ساعه ادفع عليها مصاري، ما بتوفي معي، يعني اللي بيشتغلوا من هنا راح احطه هنا، بقى بدي انا موقف سياره قدام بيتي، واحد قدام بيجي على بيته ما بيلاقي موقف سياره، مشكله. نحن هلا راح نشوف نحلها مع البلديه، اسالهم اذا انا بحسن بسجل اشتراك شهري عشان انا صف السياره وين باي مكان، ادفع مثلا شهر 50 باوند او 100 باوند، انا هذا على حد علمي انا يعني على معلوماتي البسيطه، راح اسالهم اذا في هذا الشيء راح اشترك مثلا، لا حول ولا قوه الا بالله، راح ندفع 50 باوند 100 باوند زياده على فوق اجار البيت بس مشان صف سيارتي، لانه انا عندي يقين انه كل ما اجي من الشغل ما راح لاقي موقف سياره. طبعا انا اليوم ما لقيت اصلا، انا قعدت هنا لاستنيت لواحد غادر حتى رجع صفيت، والحاره يعني طبعا مركز المدينه وسخه كثير، يعني هذا الالم هذا هنا شو هذا، وهذا الغطاوي شو هذا، مليان وسخ، منطقه ما ينظفه، ما هي هيك بريطانيا اكثر شيء، الناس بتجي بصور لك بقلب مركز المدينه بالسيتي سنتر، بتقول لك لاك على الجمال، ليك على الحارات، طيب تدخل لجوا على الحارات، انا حاليا بنصف المدينه، انا ابعد عن بوكانان ستريت، بوكانان ستريت هذا يعني الشارع اسمه بوكانان، هذا يعتبر في نصف غلاسكو، هذا طبعا من اجمل شوارع غلاسكو، ان شاء الله بكره بالمستقبل بناخذكم جوله فيها، ابعد عنه تقريبا 10 دقائق مشي بالسياره، تقريبا اقل من 5 دقائق. الناس بصور لك هناك بتقول لك ليك بريطانيا، طيب ادخل لجوا على الحارات، شايف هدول الناس، هدول سيارتين، هدول بيجوا بيصفوا هنا وبيروحوا بيهربوا، ليك هلا عم يطلعوا على باركينج، هدول كلياتهم جايين منين؟ يصفوا سياراتهم هنا ويروحوا ينزلوا لوين؟ على السيتي سنتر مرة ثانية، يعني هاي السيارة كمان اجت هلا، كمان جاي عم بدور على باركينج، على موقف سيارات، ما راح تلاقي، راح تضل تلف وترجع. إيه هذا ما يمشي الحال هيك، يعني عم يصفوا بمكان مو لإلهم، يعني أنا بعمري ما راح لاقي موقف سيارات هيك، يروحوا ادفعوا يا أخي، إذا أنتم ما كنتم جايين على البناية، ليش عم تجوا تصفوا سياراتكم هنا؟ هلا تقريبا صارت الساعة 10 أو 9:59. ضل دقيقة واحدة، خلينا هلا بقى نروح نشوف البيت سوا. طبعا هلا خلينا ابدأ من هنا من باب البناية، هذه الإطلالة قدام باب البناية على الخضار، هذا كثير حلو، بس ولكن للأسف هذا الخضار ما بتحسن تستفاد منه بأي شيء، لأنه كلها تلال وأجبال مثل ما نكون شايفين، لو كان سووا باركينج موقف سيارات كان أفضل، وهذه هي البناية، طويلة جدا يا جماعة، والله شيء بتخوف. سبحان الله. هذه أول غرفة. طبعا هي انا ان شاء الله راح اسويها غرفه اولاد، او بجوز غير الديكور، انا راح هذا السداش كله راح ينشال والالوان راح اغيرهم ان شاء الله، ما بعرف اذا اللون حلو، بس ليك على الاطلاله هذه رهيبه ما شاء الله، اطلاله رائعه جدا جدا جدا، بس المشكله الغرفه صغار، ليك هذا مثلا متر مترين ثلاثه اربعه، يعني هذا انا عم بعتبره يعني كل فرش خام متر، في العرض 1 2
ثلاثة. ما بعرف إذا بيرتاح تاخد طابقين هنا ولا لا. هذا في مخزن صغير جدا جدا جدا، بس يعني هذا المخزن واحد بيساوي مثلا للأحذية، هو جنب الباب مباشرة، هو مساوين هذا المخزن فقط للكهرباء. هذا مخزن كتير حلو، ومع أنه بيجي واحد بيحسن يساوي غرفة مخزن، هو يعني على الكاميرا ما مبين كبير. هذه الغرفة الثانية نفس الحجم الغرفة اللي الأولى، علي إطلالي حلوة وديكورها حلو مدهن بالأبيض، بس أنا راح أغير هاي الإطلالة تبع هذه الغرفة. هذا واحد اثنين ثلاثة، هذا ثلاثة أشخاص في العرض، في الطول أما واحد اثنين ثلاثة وهذه أربعة. في غرفة صغيرة أو مو غرفة صغيرة، هي مخزن هيك مثل ما بسموه دولاب مشان واحد يحط فيها الألبسة. الحمام سيء للغاية، على أساس أنا كنت ناوي أنفض الحمام، بس هي قالت لي هذا الحمام راح يتم تغييره إن شاء الله يعني السنة القادمة. أنا هذا غرفة صغيرة أو بيقولوا مخزن يعني للأكل، وهذا هو المطبخ. المطبخ حلو بس كمان دف كان تعبان شوي. هي قالت لي راح نغير المطبخ كمان، يعني الحمام بده تغيير والمطبخ بده تغيير. صالون جدا كبير الحمد لله، يعني هذا تقريبا قد غرفتين اللي غرفتين اللي كانوا موجودين النوم. على كل حال أنا البيت الحمد لله أخذته وافقت عليه، صحيح غرفه صغار ولكن هذه الغرف موجودة في بريطانيا، يعني تعتبر هذا بيت مثله مثل الموجود كله في بريطانيا، هي غرف صغار يعني يعتبر هذا البيت بظن والله أعلم أكبر غرف في بريطانيا. أنا أخذت البيت كمان لأنه هي وعدتني إنه الحمام والمطبخ راح يتم تغييرهم السنة الجاي، يعني هلا نحن هلا بشهر 11 شهر 12 لأن احنا دخلنا بشهر 12 تقريبا. قالت لي السنة الجاي بداية السنة نهاية السنة في نص السنة تقريبا، يعني مهم السنة اللي جاي راح يتم تغيير المطبخ والحمام لهذه البناية. قلت لها تمام، معناتها راح يكون عندي مطبخ جديد وحمام جديد، الغرف كلها أنا راح أنفضهم إن شاء الله، راح يصير عندي بيت جديد ومحترم. لهيك وافقت عليه وقريب من السيتي سنتر، بس ولكن مش لي ضل عندي الباركينج. قلت لها هذا الموضوع على الباركينج، قالت لي انه نحن عم نتكلم مع البلدية منشان يعطونا موافقة، يعني يحق لك انت تساوي بيرمنت. بيرمنت هي رخصة تدفع عليها مثلا اشتراك شهري للبلدية انه تحسن توقف سيارتك باي مكان هنا في السيتي سنتر. ان شاء الله بوعدكم بالفيديوهات القادمة اتكلم بالتفصيل على موضوع البيوت هنا في بريطانيا. هذا الفيديو كان عبارة فقط مراجعة عن البيت اللي انا اخذت. اعطوني رأيكم شو رأيكم بهذا البيت. على فكرة هذا البناية تقريبا اغلبيتها ليبيين ما شاء الله، لحديت الان شفت 3 اشخاص ليبيين ساكنين هنا. قبل ما انهي هذا الفيديو يا اصدقائي، حابب اخبركم على هذه الاحصائيه اللي موجوده عندي على القناه. هذه الاحصائيه مثلا نو سبسكرايبد 75% تقريبا، وسبسكرايبد 25% تقريبا. شو معناتها الكلام؟ معناتها يعني اذا الفيديو عليه 1000 مشاهده 750 شخص غير مشترك معي بالقناه و250 شخص مشترك معي بالقناه. فبتمنى اذا بيعجبك المحتوى يلي انا عم بقدمه اشترك معي بالقناه مشان تكبر قناتي بسرعه وانا احسن طور من المحتوى يلي انا عم بقدمه. الاشتراك هو عباره بس ضغط الزر الأحمر، وإذا مهتم أنت بالفيديوهات اللي أنا عم بنزلها وبدك تشوفها كلها فعل زر الجرس مشان يوصلك إشعار بكل فيديو أنا بنزله. أكل حياة أصدقائي، هذا هو الفيديو لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.